إذا قيل كيف يكون قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، كيف يكون فيه رد على القبوريين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويدعونهم ويستغيثون بهم؟ فقل إذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك الهداية لعمه مع علو شأنه صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف يتعلق به، فكيف يتعلق به أو يدعى أو يستغاث به من دون الله؟ فما ظنكم بمن هو دونه صلوات ربي وسلامه عليه؟ إذن علق رجاءك بالله، ليكن دعاؤك واستغاثتك وذبحك ونذرك وكل عبادة تقوم بها اجعلها خالصة لوجه الله عز وجل.